معانا ايضا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ. ازاي صحه حضرتك؟ كله كويس الحمد لله يا فندم. الحمد لله. بخصوص جلسه بكره استاذ مصطفى وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، يمكن احنا كنا دلوقتي بنتكلم، اكيد حضرتك سمعت جانب من المكالمه مع النائب ضياء داوود، وانه هناك تخوفات لدى ضياء، هناك تخوفات لدى الكثير من النواب، وقال لنا احنا محتاجين كأعضاء مجلس نواب ان احنا نسمع بوضوح من رئيس الحكومة. رأي حضرتك ايه وشايف بكرة يتم يمشي ازاي؟ سيدي يوسف، دعني اقول ان المخاوف ليست قاصرة على النواب. الدولة المصرية ايضا لديها قلق شديد، عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أدرك بالفعل أن هناك مخطط جاد لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وقال أن حدود مصر خط أحمر ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى. كان ذلك موقفا واضحا منذ البداية، وأعتقد أن لقاء الغد سيدور حول ثلاث قضايا مهمة. المحور الأول هو الموقف المصري الحالي مما يجرى في غزة. المحور الثاني هو مخاطر مخطط التهجير. المحور الثالث هو الإجراءات والآليات لمواجهة هذا المخطط. احنا عارفين ان المخطط يبدأ بالطرد، التهجير، التوطين. هذا هو ما يحدث الآن في الأرض المحتلة. أذكر بأن هذا المخطط كان مطروحا في عام 51، وكان هذا المخطط يستهدف توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال سيناء. ثم جاء المخطط بشكل أوسع في عام 55 بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأونروا. كان الهدف في هذا الوقت أيضا توطين الفلسطينيين، ولكن حدثت انتفاضة في مارس 55 في الداخل الفلسطيني أجبرت الجميع على موقف عبد الناصر واضحا من هذا. الحقيقة البحث النهارده هو تحصيل حاصل، بمعنى ان وزاره الاستخبارات الاسرائيليه فشلت على خططها في الايام اللي فاتت لتوطين الفلسطينيين، وهي وزاره حكوميه. اثنين، وزير الماليه الاسرائيلي تحدث ورد عليه وزير الخارجيه المصري بعنف وبقوه. المخطط موجود، لكن المشكل الحقيقي الان هو ماذا اذا ما تم الدفع بالفلسطينيين في الحدود المصريه. هذا هو ما يقلقنا. النهاردة بيتضرب في خان يونس، خان يونس بيننا وبينهم 10 كيلو متر، فهيضربوا خان يونس، يضربوا رفح ويدفعوا الناس إلى التهجير. احنا بكرة يعني هو السيد رئيس يقول لك ماذا فعلت؟ ما هي آلية المواجهة المسبقة؟ بمعنى إن احنا كنا في المنطقة الغربية مع سيادة الرئيس لما قال سرت والجفرة خط أحمر. صحيح. لم يستطع احد، لانه ده بيمس الامن القومي. ما يحدث الان ايضا يمس الامن القومي، فلابد ان يكون هناك خط احمر في جنوب غزه لا يسمح لاحد باي حال من الاحوال ان يصل الى الحدود، لان اسرائيل عايزه تصفي القضيه على حساب مصر وعلى حساب الاردن، واذا نجحت في غزه ثاني يوم هيتنفذ في الضفه الغربيه. فالقضيه هي دفاع عن الامن القومي العربي اولا، ودفاع عن القضيه الفلسطينيه، ودفاع عن مصر وحدودها الأساسية. طيب أستاذ مصطفى، يعني زي ما أنا كنت بتكلم مع الزميل والصديق ضياء داوود، في النهاية الموقف المصري شديد الوضوح على لسان فخامة رئيس الجمهورية أن مصر لا تقبل أي سيناريو من سيناريوهات التهجير، مصر لا تقبل تصفية القضية، وأنه الحديث في هذا الموضوع مع أي طرف دولي مغلق. إذن لماذا هو التخوف؟ يعني إيه اللي قال الأستاذ مصطفى؟ أستاذ يوسف، أولا يعني إسرائيل لا أمان لها، هذا مخطط تعتبره مخطط تراثي، وإنه لابد أن الدولة الإسرائيلية واحد تعلن يهودية الدولة وقد أعلنت، ولكن يريدون تنفيذها على أرض الواقع من النهر إلى البحر. ما فيش فلسطينيين ولا في عرب ولا في مسلمين ولا في مسيحيين، دولة يهودية خالص، ده واحد. نمرة اثنين، نحن على ثقة من انه الموقف الدولي اللي عبر عن نفسه سواء في موقف الاتحاد الاوروبي او موقف الولايات المتحدة الامريكية
أو حتى القمة العربية التي ساندت مصر والأردن في موقفها من قضية التهجير، بالتأكيد هذا الموقف لا يغني أبدا بأي حال من الأحوال على صلابة الموقف المصري. مصر في موقفها ودفاعها عن القضية الفلسطينية إنما هو دفاع عن الأمن المصري. الناس لازم تعرف كده، إن دفاعنا عن القضية الفلسطينية هو دفاع عن مصر وأمن مصر، وإن وجود إسرائيل على حدودنا هيبقى خطر. اثنين، وجود إخواننا الفلسطينيين داخل الحدود المصرية في الدولة التي اقترحها إيجور آلاند قبل ذلك ب 2004 من رفح إلى العريش، ده معناه زي ما قال سيادة الرئيس إن أي واحد يضرب طلقة رصاص على إسرائيل ثاني يوم إسرائيل هترد. دخلنا في معركة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال في كل لها بما يتعلق بالأمن المصري وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية أن نسمح بالتهجير. وحسنا أن كل إخواننا الفلسطينيين واقفين معانا، سواء السلطة الفلسطينية سواء حماس سواء كل القوى اللي موجودة على الساحة الفلسطينية تدعم الموقف المصري، لأنه موقف أيضا حريص على القضية الفلسطينية وعدم تصفية القضية الفلسطينية. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري.